بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة الملك، ومع الآية الثانية، وهي قوله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أيها الإخوة الكرام، لا بد من كلمة بين يدي هذه الآية، وهي أن المشكلة الكبيرة عند المسلمين اليوم هي أنهم يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض، وبأن الجنة حق والنار حق، لكن المشكلة الكبيرة أنهم لا يطبقون أمر الله عز وجل. هذه الظاهرة المرضية، يعني 1.2 مليار مسلم وعود الله لهم غير محققة. أين قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا؟ أين قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا؟ هناك وعود كثيرة ليست محققة، لا يمكن أن نسير في طريق أن الله سبحانه وتعالى يمكن ألا يحقق وعده، لكن ينبغي أن نسير في طريق آخر، أن نشك في مصداقية إيماننا. يعني كأنني أحاول أن أضع يدي على المشكلة، إنه أعداد غفيرة، ملايين مملينة، بل 1,000,000,000 وزيادة لم تتحقق فيهم وعود الله عز وجل، والله عز وجل يقول: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله. معنى في مشكلة، مشكلة هذه المشكلة عدم الالتزام بالأمر والنهي. المسلم يقنع ويعتقد أن الله خالق السماوات والأرض، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله، وأن هذا القرآن كتاب الله، وأنه بعد الموت هناك جنة ونار، وهناك ملائكة تكتب الحسنات والسيئات. هذه عقيدة كل المسلمين. أين المشكلة؟ في عدم التطبيق. السؤال التالي: ما السبب؟ ما الذي يجعل هذا المسلم لا يطبق؟ أنا أقول لكم السبب ببساطة: لأنه لا يعرف الله. لأنه لا يعرف الله. من عرف أمر الله ولم يعرف الله عز وجل يتفنن في التفلت من أمره، يتعلق بأضعف فتوى، يتعلق بالمجتمع، يتعلق بتقاليده بعاداته، يتعلق بالمنحرفين، يدعي أنه لا يعلم وأن الله غفور رحيم. لأنه لا يعرف الله، لا يعرف من هو الآمر، وماذا عنده إذا هو أطاعه، وماذا ينتظره إذا هو عصاه. إذاً ما دامت المشكلة أن وعود الله ليست محققة في هذه الأعداد الكبيرة جداً من المسلمين، مع أن الصحابة الكرام في عدد قليل لا يزيد عن 10,000 صحابي، وصلت راياتهم إلى مشارق الأرض وإلى مغاربها. طيب، هذا النصر المؤزر، قال تعالى: وينصرك الله نصراً عزيزاً عزيزاً، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السبب عدم الالتزام.
سبب عدم الالتزام عدم معرفة الواحد الديان. الله عز وجل في هذه الآيات التي بين أيدينا يبين أنك إذا أردت أن تعرف الله يجب أن تتأمل في مخلوقاته. فربنا عز وجل يقول: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. لما ربنا عز وجل يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذا أمر، انظروا فعل أمر. وقال علماء الأصول: كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. نحن حينما فهمنا الأوامر، خمس أوامر: أن تصلي وأن تصوم وأن تحج وأن تزكي وأن تشهد أنه لا إله إلا الله، الدين تراجع. أما حينما تعتقد أن أي أمر في هذا القرآن أمر يقتضي الوجوب، لماذا يقول الله عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض؟ من أجل أن تعرفه. ولماذا ينبغي أن تعرفه؟ من أجل أن تطيعه. ولماذا ينبغي أن تطيعه؟ من أجل أن تسلم ومن أجل أن تسعد. يعني في النهاية كل واحد منا شئتم أم أبيتم يبحث عن سلامته وسعادته. تعرفه من أجل أن تطيعه، وتطيعه من أجل أن تسلم وأن تسعد. هذا ملخص ملخص الملخص. إذن الذي خلق سبع سماوات، يعني هذه الشمس التي يراها كل الناس، الشمس والقمر من آيات الله، فكل شيء علاك هو سماء، كل ما علاك فهو سماء، فالشمس والقمر من السماء، والنجوم من السماء، وكل شيء يعلوك من السماء. يقول الله عز وجل الذي خلق سبع سماوات طباقا، يعني السماء هنا الطبقة، الطبقة التي فيها القمر هذه سماء، والطبقة التي فيها المريخ هذه سماء، عطارد، المشتري، زحل، هذه النجوم السيارة التي حول الشمس هي سماوات، الطبقات التي بعدها سماوات. وكلمة سبعة عند بعض علماء اللغة تدل على التكثير لا على العدد، يعني تفيد السبعة ومضاعفاتها التكثير، يعني هناك طبقات من السماء لا يعلمها إلا الله. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، رفع السماء، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فالسماء مرفوعة بغير عمد. ما هذه العمد؟ قوى التجاذب. الأرض تدور حول الشمس، ما الذي يربطها حول الشمس؟ قوة جذب الشمس لها. هذه القوة غير مادية. لو أن هذا الكون توقف عن الحركة ما الذي يحصل؟ يصبح الكون كله كتلة واحدة، يصبح الكون كله كتلة واحدة، لأن الأكبر يجذب الأصغر. أما بالحركة ينشأ عن الحركة قوة نابذة وقوة جاذبة، من الحركة القوة النابذة تكافئ القوة الجاذبة، صار في توازن حركي. التوازن الحركي شيء رهيب. أيها الإخوة الكرام، الأرض مسارها إهليلجي وليس كرة. الإهليلج له قطر أصغر وقطر أطول، الأرض في القطر الأصغر ترفع سرعتها، لو لم ترفع سرعتها لزادت قوة جذب الشمس لها فارتطمت بالشمس. ترفع السرعة لينشأ قوة نابذة تبعدها عن الشمس. أما حينما تصل إلى القطر الأطول تخفض سرعتها، لو بقيت سريعة لتفلتت من جاذبية الشمس. الشيء الثالث، ترفع سرعتها بالتدريج، وهذا من لطف الله لنا، وتخفض سرعتها بالتدريج، وهذا من لطف الله لنا. الرفع بالتدريج تسارع بطيء وتباطؤ بطيء، وإلا ينهدم كل ما على الأرض من أبنية.
لو رفعت السرعة فجأة كل شيء على الأرض يهدم. هذا معنى قول الله عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. من أجل أن تعرف من هو الله، من هو الذي أنزل هذا القرآن، من هو الذي أرسل هذا النبي الكريم، ما معنى افعل ولا تفعل، ما معنى المنهج الذي أمرت أن تسير عليه. يعني أردت من هذه المقدمة أن أبين لكم أنه لن تطيع الله إلا إذا عرفته، إلا إذا عرفته. وأي منهج يلغي معرفة الله ويؤكد على معرفة أمره هذا منهج أعرج، هذا منهج غير صحيح. لا بد من أن تعرف الله. أخواننا الكرام، لو جلست لتتحدث عن الله عز وجل ينبغي أن تتحدث في هذه الموضوعات الثلاث، في آيات الله الدالة على عظمته من أجل أن نعظمه ومن أجل أن نعظم أمره. بالتالي ويجب أن تتحدث عن نعم الله من أجل أن نحبه، ويجب أن تتحدث عن بعض البلاء الذي يسوقه الله لبعض عباده من أجل أن تخافه. لا بد من أن تعظمه، ولا بد من أن تحبه، ولا بد من أن تخافه. لذلك الذي خلق سبع سماوات طباقا، سماء فوق سماء، وكل سماء هناك بحوث طويلة لا تنتهي. نكون نحن مثلا في أيام الصيف الحارة في درجة 36، 38، 42 أحيانا، 45، شيء لا يطاق. تركب الطائرة وفي طائرات حديثة تلاحظ على شاشة أمامك الحرارة التي خارج الطائرة، تفاجأ أنه على ارتفاع 41,000 قدم الحرارة 50 تحت الصفر، وأنت في الصيف بالأرض 45 فوق الصفر، على ارتفاع 43,000 قدم 50 تحت الصفر. معنى هذه السماء غير هذه السماء. هذه السماء فيها ضغط جوي مرتاح، أما فوق الطائرة تحقن 8 أمثال حجم من الهواء من أجل أن ينشأ ضغط جوي في الطائرة مساو لضغط الأرض الجوي، وإلا الدم يخرج من الآذان، يضيق الصدر. إذاً كلما صعدت إلى السماء وجدت العجب العجاب. العبرة من هذه الآيات أن ينطلق الفكر لمعرفة الله عز وجل من خلال صنعته. هذا الطريق آمن أيها الإخوة. الفكر حينما ينطلق لتعمله في ذات الله تهلك. هناك أناس لا يحلو لهم إلا الخوض في ذات الله، في أفعال الله. هذه متاهات لا تنتهي، يجب أن تبقى في مخلوقات الله. فكل شيء عجز عقلك عن إدراكه الوحي أخبرك به. في عندك دور العقل ودور التلقي. العقل بفكر في مخلوقات الله يصل إلى الله. العقل مركبة سيارة يمكن أن توصلك إلى ساحل البحر، تصل بك إلى ساحل البحر ولن تستطيع أن تخوض بها عباب الماء. العقل يصل بك إلى الله ولن يستطيع أن يخوض في ذات الله. لذلك دائما وأبدا اعلم هذه الحقيقة، هناك دائرة المحسوسات أدواتها الحواس الخمس، هناك دائرة المعقولات أداتها العقل، هناك دائرة المغيبات أداتها الخبر الصادق. فإياك أن تنقل قضية من المغيبات إلى المعقولات، عندئذ تكلف العقل ما لا يطيق. فمهمة العقل التفكر في خلق السماوات والأرض. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر. التفاوت بربكم
أليست النملة تتفاوت مع الفيل؟ نملة والفيل، هناك سمك زينة يعني ميلي طوله، ميليين، فوسفوري شفاف، ألا تتفاوت هذه السمكة الصغيرة مع الحوت الأزرق 150 طن وزنه؟ التفاوت هنا بمعنى آخر، لن تجد في صنعة الله تفاوتا، كل صنعة الله متقنة، صنع الله الذي أتقن كل شيء. التفاوت لا في الحجم، الحجوم متفاوتة، لا في التعقيد، التعقيدات متفاوتة، في بالحجم تفاوت، في بالشكل تفاوت، في بالألوان تفاوت، في بالحواس الخمسة تفاوت، في تفاوت. لكن الآية تقول ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت في الصنعة. هناك شركات الآن تنتج نوعين من البضاعة، نوع استعمال منزلي ونوع استعمال صناعي. آلة صناعية هي تعمل باستمرار، متقنة جدا، متينة جدا، تقاوم جدا، وفي آلة تستعمل في المنزل بالأسبوع مرة من مواد بلاستيكية ضعيفة بحسب استعمالها. فهذا المصنع يصنع تارة صناعة منزلية بسيطة غير معقدة غير متينة غير مقاومة، وتارة يصنع آلة من أقصى المعادن مقاومة متينة في احتياطات بالغة. هذا المصنع صنعته متفاوتة من حيث الإتقان، لكن الله سبحانه وتعالى صنعته غير متفاوتة. يعني لو أخذنا أحقر مخلوق تراه عينك، بعوضة. ما البعوضة؟ جناحاها يرفان 4000 رفة في الثانية، لها 3 قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح، عند جهاز رادار وجهاز تحليل وجهاز تخدير وجهاز تميع، تبحث عن ضحيتها بالرادار والضوء مطفأ، وتأخذ من دمه شيئا فتحلله، فإن وافقها مصت من دمه. من أجل أن يعبر الدم خرطومها لا بد من تميع الدم، ومن أجل ألا تقتل وهي تمتص الدم يجب أن تخدر، بتخدر بتميع تمتص الدم بتحلل تأتي بالرادار. إذا كان سطح ثقيل لها محاجم على الضغط تعلق، وكان سطح خشن لها مخالب. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فالبعوضة فيها تعقيد لا يعلمه إلا الله، هذه التي لا قيمة لها عندك إطلاقا، تقتلها وأنت مرتاح. إذا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي من تباين في الصنعة. فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني هل ترى من خلل في الصنعة؟ ذكرت لكم من قبل أن الإنسان قد يذهب إلى القطب وقد تنخفض الحرارة هناك إلى 70 تحت الصفر، وقد يستخدم الإنسان كل شيء يقيه البرد، من ألبسة داخلية صوفية إلى أحذية فيها فرو إلى معاطف سميكة جدا إلى قبعات من الفرو إلى قطع من الصوف يلفها على وجهه، بإمكانه أن يستر كل أعضائه عدا العينين. يريد أن يمشي، العين تلامس الهواء الخارجي، والهواء الخارجي 70 تحت الصفر، والعين فيها ماء، والماء يتجمد بدرجة الصفر يتجمد. فينبغي أن يفقد كل من يسكن هذه المناطق أبصاره. الله عز وجل أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد، هي من آيات الله الدالة على عظمة الله. هذا الماء شأنه شأن أي عنصر في الأرض، كلما بردته كمش، كلما سخنته تمدد، إلا أن هذا الماء ينفرد بخاصة من بين كل العناصر، أنك إذا بردته ينكمش وينكمش وينكمش إلى الدرجة زائد 4، وبعدها يتمدد
لولا هذه الخاصة لما كنا في هذا المسجد، لما وجدنا على الأرض حياة. الماء يتجمد، يزيد حجمه، يقل كثافته، يطفو على السطح، يبقى ماء البحر دافئا والحياة فيه جيدة. أما لو انكمش الماء عند التجمد، الكثافة زادت، غاص إلى أعماق البحار، بعد حين تتجمد كل المحيطات وينعدم التبخر وتنعدم الأمطار ويموت النبات ويموت الحيوان ويموت الإنسان. شيء متقن جدا. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ هل ترى من خلل؟ ثم ارجع البصر كرتين، يعني مرتين، ابحث عن خلل. ما في شيء زائد بالكون أبدا. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا، يعني معنى خسئ فلان أي أخطأ في مسعاه. البصر يبحث عن خلل لا يجده ولن يجده، ليس في الأرض أدنى خلل. خاسئا أخفق في مسعاه ليصل إلى الخلل، ما في خلل أبدا. أعد النظر آلاف المرات لن تجد خللا. خسئ يعني خاب وخسر، وهو حسير وهو متضائل صغير قميء. لذلك هذا الذي يبحث عن عيب في الخلق سوف يرتد بصره خاسئا وهو حسير. أما إذا في فساد بالأرض، دقيق الكلام، إذا في فساد قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يعني أنت ممكن تضع الملح في الحلويات، الحلويات لا تأكلها، يمكن أن تضع السكر في الطبخ لا تأكله، السكر مادة سمينة جدا والملح مادة سمينة، أما سوء الاستخدام هو الذي يسبب التلف. فالفساد ما الفساد؟ سوء الاستخدام. لذلك الشر المطلق ما له وجود في الكون، أما الفساد من الإنسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أما في أصل الصنعة ما في فساد أبدا. هلا مركبة بتكون من أحدث مركبات، يقودها إنسان يشرب الخمر تدهور، لها منظر قبيح جدا بعد التدهور. نقول أي مصنع صنعها؟ لا، ما بدنا مصنعها، سيارة متدهورة، يعني معجون عجن، هذه لا تحتاج إلى مصنع، أصبحت بهذه الهيئة البشعة لأنها استخدمت استخدام غير صحيح، لأن الذي قادها قادها وهو ثمن. إذن هذا الذي حصل لها. أما إن رأيتها كاملة قل من صنعها، من أي مصنع هي. يعني إذا في فساد بسبب أن الإنسان مخير ولم يستخدم منهج الله في حياته، فظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والحمد لله رب العالمين.